أعلن المكتب الإعلامي لشركة لوكارا دايموند الكندية عن استخراج واحدة من أكبر الماسات في العالم للوزن ديالها 2492 قيراط. وبحسب المكتب فقد عثر على هذه الماسة الكبيرة في منجم كاروي الواقع شمال شرق بوتسوانا. وقال ويليام ليمب المدير العام للشركة: نحن سعداء جدا باكتشاف هذه الماسة الاستثنائية للوزن ديالها 2492 قيراط. وأضاف بأن هذا الاكتشاف كيوضح الإمكانيات المتميزة لهذا المنجم وكيأكد صحة استثماراتهم في التكنولوجيا الاستراتيجية المتقدمة XRT. جدير بالذكر أن بوتسوانا كتعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للماس في العالم اللي كتعتبر هو مصدر دخلها الرئيسي. وسبق أن أعلنت الشركة في سنة 2019 عن اكتشاف ماسة كبيرة وزنها 1758 قيراط في بوتسوانا أطلقوا عليها اسم سيويلو. أما أكبر ماسة في التاريخ فالاسم ديالها هو كوليانان وتم العثور عليها في جمهورية جنوب إفريقيا سنة 1905 وكان الوزن ديالها 3106 قيراط.